السلام عليكم، مرحبا بمشاهدين لولو يامي. نتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله غادي نتسراو في مدينه المحمديه. اللي عجبته مدينه المحمديه يبقى معنا يشوف. المهم انا غادي انا ديجا صورت لكم هذه البلاصه باب القصبه، غادي نديكم اليوم حتى البارك ان شاء الله. المهم الشوارع ديال المحمديه الراقيه. الى عجبكم الفيديو ديال لولو يامي ما تنساونيش بالمشاهده ولي لايك. جزاكم الله كل خير، ربي يحفظكم. كنشكركم على تعاليق ديالكم الزوينه، كنشكركم بزاف بزاف. نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله، ربي يحفظكم. نخليكم مع الموسيقى ونتمنى الفيديو ديال لولو يامي يعجبكم من مدينه المحمديه.
المفاهيم السليمة وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل. ازرع الخير عليهم واستمع دوما إليهم كي تعش بالحب فيهم ترتقي عرش الفضائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى أهم المعالي أنت في ركب الأوائل. يا أخي بالله اسمع، ارتضي الأقدار واقنع، أملا في الناس تزرع، تحصد الخير سنابل. تسري في درب الريادة طامح ترجو الإفادة، انتشأ فيض السعادة، لا تكن بالذكر غافل. على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، تحديت الليالي، وإلى أهم المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى أهم المعالي أنت في ركب الأوائل. عش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى أهم المعالي أنت في ركب الأوائل. فيك أخلاق عظيمة بالمفاهيم السليمة، وعلى الأسس القويمة تمضي في كل المراحل. ازرع